استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم معالي الدكتور بندر بن فهد الفهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة بجامعة الدول العربية، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة، حيث تشرف بتسليم جلالة الملك المفدى مفتاح السياحة العربية لعام 2020، وذلك تقديرا وعرفانا من المنظمة لدور جلالته ودعمه لتعزيز كافة أوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمنظمة في قطاع السياحة، وبمناسبة اختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية لعام 2020. ورحب العاهل المفدى برئيس المنظمة العربية للسياحة وأعرب عن شكره وتقديره له وللقائمين على المنظمة، مثنيا جلالته على الدور المهم الذي تطلع به المنظمة وجهودها في تطوير العمل العربي في مجال السياحة من خلال تحفيز الاستثمارات المشتركة وتأهيل الكوادر المتخصصة وتعزيز التبادل السياحي بين الدول العربية. كما أشاد جلالته بمستوى التعاون المثمر بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة البحرين السياحة والمعارض والمنظمة العربية للسياحة في إقامة المشاريع وتنظيم البرامج السياحية لزيارة السروح والمعالم التاريخية والحضارية والثقافية التي تسهر بها مملكة البحرين وأهلتها لأن تكون وجهة هامة على خريطة السياحة العالمية. وأعرب جلالته عن تمنياته لرئيس المنظمة والقائمين عليها كل التوفيق والنجاح في جهودهم لخدمة السياحة العربية. من جانبه توجه معالي الدكتور بندر بن فهد الفهيد بجزيل الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى لما يوليه جلالته من حرص واهتمام لدعم وتشجيع التعاون بين مملكة البحرين والمنظمة في مجال السياحة، وهنأ جلالته باختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية لعام 2020 للمرة الثانية بجدارة، وأشاد بقيادة جلالة الملك المفدى وما تبذله البحرين من جهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وأن مملكة البحرين تنعم بمقومات السياحة في ظل ما تشهده من نهضة وازدهار، مشيدا بمستوى التطور والنمو الذي يشهده القطاع السياحي في مملكة البحرين وبما تحظى به المملكة من معالم ثقافية وأثرية وتاريخية مميزة.